أيها الأخوة الكرام، أريدكم المسؤولين استقبلتكم في رحابكم ابتدائيا، ونشكركم على تلبية الدعوة، حضوركم الحفل هذا اللي قمناه، واللي حبينا نكون فيه خرفاء وأصدقاء في جانبي، باش نقدموا لكم المدير العام الجديد، السي سعيد السكري، ونشكر لهم اللي راهم باش يعاودوا السي هشام صفه هذه الرعيه الى مهام اخرى بالمعنى المطلوب مش معنى الاخير. سي با الفيغور سرا فيها دوتر فونكسيون وسي امبورتون بزاف.